انا معايا على التليفون الاستاذ محمد طارق، عضو مجلس اداره نادي الزمالك المتواجد في السعوديه. استاذ محمد، اهلا وسهلا بك، تحياتي، مساء الفل. استاذ ابراهيم، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ طمني عليك وعلى بعثه نادي الزمالك، كيف كان الوصول وكيف كان الاستقبال؟ يعني كل حاجه بالامر بشكل محترم جدا. دوله في السعوديه مش مقصره في اي حاجه. من اول ما وصلنا الاستقبال راقي جدا، يليق بقيمه نادي الزمالك ويليق بقيمه الدوله المصريه، وان شاء الله يبقى على قد الاستقبال، نأدي صوره محترمه ليه بقيمه النادي الكبير نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بسال بقى عن التفاصيل المتعلقه سواء بالتدريبات ومواعيد التدريبات وملعب التدريب، امتى ان شاء الله باذن الله الزمالك يستهل تدريباته، على اي ملعب من ملاعب التدريب، ولا النهارده اخذ تدريبه سريعه؟ لا، النهارده كان تمرين خفيف في الالتزام كده وماتش مع مستر جميل، وبكره ده اول تمرين في الملعب ان شاء الله. احنا عندنا بكره تمرينه، وباذن الله من الاربعاء يبقى تمرين على الملعب الرئيسي بتاع الماتش، وباذن الله من الخميس تمرين خفيفه، ويوم الجمعه يبقى الماتش ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ماذا عن الحضور الجماهيري لجمهور نادي الزمالك، سواء اللي طالع من مصر او اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه؟ يعني دعوة كل الناس ان جمهورنا الحمد لله خلص التذاكر كلها، وهيظهر بالصوره ان شاء الله في قيمه نادي الزمالك وفي قيمه الدوله المصريه والدوله السعوديه ان شاء الله. وان شاء الله هتشوفوا صوره محترمه جدا من جمهور الزمالك تليق بقيمه الحدث وتليق بقيمه الماتش ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله برضه يبقى الناحيه الثانيه ان شاء الله يبقى صوره محترمه، وده متوقع باذن الله من الناديين الكبار ان شاء الله بعد الصوره الاخيره اللي شفناها المجلسين الفتره اللي فاتت. صحيح، اظن ده هيبقى يظهر ان شاء الله في الماتش اللي جاي ان شاء الله، وتبقى بدايه ان يبقى في احداث كثيره الفتره اللي جايه موجوده في الدوله السعوديه ان شاء الله، زي ما كان في الفترات اللي فاتت كان موجود في دوله الامارات. هل في امور معينه طلبتوها، ولا كل حاجه لقيتوها جاهزه ومترتبه؟ يعني بصراحه كل حاجه متوفره بشكل مثالي جدا، حتى لو في اي تفاصيل في ساعتها بتبقى جاهزه. مبسوطين ومرتاحين جدا، وان شاء الله يبقى حاجه تليق ان شاء الله يوم الجمعه، الناس كلها تستمتع بالمباراه وتشوف صوره محترمه تليق باكبر ناديين في الشرق الاوسط ان شاء الله. هل تم التنسيق مع جمهور نادي الزمالك؟ يبقى في لافته معينه، حاجه معينه تترفع اثناء اللقاء او في بدايه اللقاء مثلا، ولا الامور دي ما فيهاش تنسيق؟ يعني انا عندي قناعه شويه ان جمهورنا مقدر الحدث، وان شاء الله هتشوفوا حاجه محترمه باذن الله. تخلي الناس كلها تشوف صوره جايه الفتره اللي جايه للناديين، يبقى فيها احترام موجود على طول، ويبقى فيه حاجه تضيف للرياضه المصريه. احنا الفترات اللي فاتت كان في شحن موجود كبير، ان شاء الله يبقى في صوره محترمه، انا واثق من ده جدا، واتوقع يبقى في حاجه محترمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا خالص، تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله باذن الله لبعثه نادي الزمالك.